مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخميس ختام أسبوع أخباركم برصد من مختلف مواقع التواصل والصحف الإلكترونية. حياك الله خالد. حياك الله محمد، مثل ما يقولون الخميس الونيس. تمام. إذن مشاهدينا الكرام، رصد إخباري متنوع يليق بيوم الخميس. إلى العناوين. خادم الحرمين الشريفين من على تويتر: شكرا للملك عبد الله الثاني ولكل الأردنيين. لا تقديم للإجازة والاختبارات في رمضان، ومغردون الامتحانات في رمضان سترهق الأمهات. وعضو بمجلس الشورى: مستشفياتنا تعج بلا جانب، وأبناؤنا يبيعون الشاي في الشوارع. بتر الأصابع الخمسة للطفل جسار بعد ذبولها تماماً، والأطباء يجرون لها عملية تجميلية. حياكم الله مجدداً، تلك كانت أهم العناوين، ومنها إلى التفاصيل. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله اليوم الخميس شكره للملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن وللأردنيين عامة على استضافتهم للقمة العربية. وكتب خادم الحرمين الشريفين على حسابه الرسمي بتويتر: كل الشكر للملك عبد الله الثاني ولكل الأردنيين على استضافتهم لقمة عربية ناجحة ستسهم بتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وخدمة شعوبنا. يذكر أن دولة الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية كانت قد استضافت القمة العربية 28 والتي تناولت عدداً من المواضيع في مقدمتها: الأزمة السورية، وأيضاً الأزمة الليبية، وكذلك إعادة الشرعية إلى اليمن. طبعاً محمد، كان بالفعل قمة عربية ناجحة بالأمس انتهت، ووصل أمس خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن الرياض بحمد الله وسلامته. صحيح. إذن خالد والمشاهدين، إلى الخبر التالي. نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أي توجه لتقديم إجازة نهاية العام الدراسي، مؤكدا إجراء الاختبارات حسب موعدها في رمضان دون تغيير. كما أكد أن التعليم بالمملكة لا يزال يقدم بشكل تقليدي، وأن دور المدرس أو المعلم سيظل موجوداً مع تطويع التقنية لاستخدامها في العملية التعليمية. هذا التصريح أثار موجة بعدم وجود نية لتقديم موعد الاختبارات، غضب عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن المغردون هاشتاج الاختبارات برمضان للاعتراض على القرار، حيث قال أحد المغردين: معالي وزير التعليم، أنت مسلم وبالتالي تعرف خصوصية رمضان وحاجة أن تبقى المعلمات في بيوتهن، وأنت صاحب القرار، فلماذا الإصرار؟ كما عبر هذا المغرد خالد. طبعا الكثير من المغردين يعني تناولوا الآراء المختلفة، ولا زال الموضوع حاضر في مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص في تويتر عبر هاشتاجات متعددة في الترند. نشوف بعض الآراء. أبو غريب يقول: لا أرى في ذلك إرهاق، بالعكس هي تنمي قدرة الشباب على التحمل والكفاح وكذلك تحمل المسؤولية، ولا ننسى أن أغلب الفتوحات الإسلامية كانت في شهر رمضان المبارك. أيضا التفاعل كان حاضر حول هذا الخبر، فمثلا هذا مؤيد: تغريدة الأخرى ربما من حصة القحطاني لم تكن راضية عن هذا القرار، تقول في معلمين يجون من ديار بعاد عشان يدرسون، متى يرجعون لعيالهم يزينون فطورهم، متى يعبدون الله؟ القرارات ذي مو حلوة، وتمنيت صراحة يكون نقد
موضوعي وبدا اسباب واضحه بشكل اكبر. الاراء مختلفه محمد، وما زال الموضوع يعني ماخذ على رده فعل كبيره. الدوام في رمضان، احد الرسائل يقول نحن نطالب من ملك الحزم والعزم ان يصدر امره الكريم بتقديم الاختبارات 15 يوم، هي ما تفرق كثير في التعليم، رمضان متعب جدا للامتحانات حسب تعبيرها. اذا كان هذا اخر ما لدينا من تغريدات حول خبر الاختبارات برمضان. ما زلنا مواصلين مع التعليم ونشوف الخبر التالي. قال وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي إن الوزارة واعية تماماً بأن تنمية مهارات الكتابة لن تتوقف أبداً، لأن مهارات القراءة والكتابة أساسية ولا بد أن تنمى في المدارس. وأوضح أيضاً في عدة تغريدات على حسابه بتويتر رداً على عدة تعليقات حول التعليم الرقمي أن النجاح في التحول إلى التعلم الرقمي سيجعل المعلمين الخبراء هم قادة المنهج في مدارسهم، وسيقدمون المناهج وفق ما يناسب مدارسهم وفق إطار عام، موضحا أن تطبيق التعليم الرقمي كوسيلة مساعدة في التعليم سيعزز التفاعل النشط والتفكير الناقد وأيضا حل المشكلات لدى الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية بينهم. الجدير بالذكر محمد، في تويتر وحساب برنامج أخباركم قام باستطلاع رأي تحت عنوان شارك برأيك، وكان السؤال عبر حساب برنامج أخباركم في تويتر: شارك برأيك في استطلاع برنامج أخباركم، هل تؤيد خطوة التعليم يستغني عن الكتب؟ كان جاء ذلك في الكثير من الهاشتاجات المتداولة أمس، منها التعليم الرقمي، منها بوابة المستقبل ووزارة التعليم. كانت النتيجة 29% مؤيد لخطوة التعليم يستغني عن الكتب، 58% كانت نسبة المعارضين لهذه الخطوة، و14% كانت لغير مهتمين. شارك في هذا التصويت أكثر من 1800 تقريبا شخص ومصوت. إذن أيضا الآراء خالد كانت حاضرة عبر حساب منشن أخباركم حول هذا التصويت وحول خبر التحول الرقمي. نستعرض جزء أيضا من التغريدات الآن التي جاءت على حساب برنامج أخباركم. أحد الحسابات ورداً على حساب برنامج أخباركم يقول: الاستفادة من التقنية جيد ومفيد، لكن أفضل اعتماد الطلاب على الكتب وكذلك التعامل معها. طبعاً كتبتها وكتبت تحت أنه أنا معلمة. صحيح، إذن كان هذا رأي من أصحاب الشأن حول خبر التحول الرقمي. التغريدة التالية تظهر يعني المفروض الوزارة تخاف الله في الأطفال على الأقل وتترك التقنية لوقت ما يكون الواحد مسؤول عن نفسه أبلشونه بهالتطور، وشيء إن شاء الله الجميع يخاف الله، ولعل إن شاء الله هذه الخطوة فيها الخير الكثير للعملية التعليمية. كل شوي متفائلين. فاطمة في رداً على هذا السؤال تقول: فاطمة، الطلاب أغلبهم عندهم ضعف في الإملاء واعتمادهم على الأجهزة اللوحية راح يزيد الطين بلة حسب تعبيرها برضه. وأيضاً كان معنا تصريح وكيل الوزارة اللي أكد أنه الوزارة واعية تماماً لمثل هذه الملاحظات. أيضاً مشروع خالد أقر بميزانية قدرها 1.6 مليار ريال لتتم هذا أو يتم هذا التحول خلال الثلاث سنوات المقبلة بإذن الله تعالى. مشاهدينا للخبر التالي. أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنة حقيقة ما تردد عن إقرار المجلس لنظام يسمح بقيادة المرأة للسيارة، حيث نفى المهنة عبر حساب الشورى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صحة ما تم تداوله عن إقرار المجلس لنظام يسمح بقيادة المرأة للسيارة. وأكد المهنة أيضا رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ لم يدل بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة للسيارة. وأضاف المهنة أيضا: لم يصرح المتحدث باسم مجلس الشورى بأي حديث إعلاميا عن قيادة المرأة، وشدد على أنه لم يصدر من مجلس الشورى أي قرار بهذا الشأن. وذكر في تغريدة أخرى المتحدث باسم الشورى يستغرب محتواه الخبر من معلومات مغلوطة تشير أيضا إلى عدم إلمام كاتبه بنظام المجلس، وأكد أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة. وكانت بعض التقارير قد نسبت تصريحات لرئيس مجلس الشورى أشار فيها إلى أن المجلس يوافق على قيادة المرأة للسيارة، وهو ما تم نفيه لاحقا. صحيح محمد. إذن مشاهدينا الكرام إلى الخبر التالي.
دعا عضو مجلس الشورى عبد الهادي العمري إلى تدريس مادة الوطنية على حد قوله لمسؤولي التوظيف بوزارة الصحة الذين يتعمدون توظيف الأجانب ويتجاهلون المواطنين. وقال العمري إن مستشفيات المملكة تعج بالأجانب، فيما شباب الوطن يحرقون شهاداتهم ويبيعون شايا في الشوارع كما عبر العمري. ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة الصحية في مجلس الشورى خلال الجلسة المنعقدة أمس وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد. وشهدت الجلسة مداخلات عديدة من أعضاء المجلس، أبرزها ما قاله العضو خالد العقيل الذي حذر من تخصيص المستشفيات وتداعياته ومن التعامل مع صحة الإنسان كسلعة تجارية، مطالبا بالعمل على اتخاذ خطط وبرامج لتطبيق مبدأ الوقاية. الكثير من المغردين تفاعلوا مع هذا الخبر، نستعرض بعض التغريدات اللي كانت أيضا ردا على هذا الخبر. محمد أولاها حساب يقول منسوبي وزارة الصحة بس هم اللي يحتاجون يدرسون مادة الوطنية، يتساءل يقول كثار اللي يحتاجون يدرسون هالمادة في البلد وعلى رأسهم وزارة العمل على حد قوله. أيضا تغريدة أخرى كانت من أحمد، منشن فيها حساب أخبار السعودية ردا على هذا الخبر، يقول أحمد في تغريدته يوجد كادر طبي سعودي مبدع لا يستهان به، ولكن يجب أن تتم المتابعة والتقييم السنوي والفصل، يوجد ممرض أو ممرضة ما يعرفون يسحبون دم. طيب أيضا أحد الحسابات وغرد قائلا في رده على هذا الخبر، يقول أول مرة مجلس الشورى يقول شيء صحيح على حسب تعبيره. إذن كان هذا مشاهدينا الكرام أبرز ما جاء من تفاعل لكم حول خبر مجلس الشورى. إلى صفحة جديدة في أخباركم. اضطر أطباء الطفل جسار إلى بتر أصابع يده الخمسة بعد أن اكتشفوا ذبولها تماما خلال العملية الجراحية التي أجريت ظهر اليوم في مستشفاه الذي يتلقى فيه العلاج حاليا في ألمانيا. وقال عوض الله السلمي لصحيفة سبق الإلكترونية إن العملية استغرقت عدة ساعات وتم خلالها بتر الأصابع وإزالة الجلد الذابل على كف الطفل على أن يتم إجراء عملية تجميلية له الاثنين المقبل للتأكد من سلامته تماما. ووفقا لوالد جسار فإن الكشف الأولي للطفل عند وصوله لألمانيا صباح أول أمس الاثنين أثبت وجود خطأين طبيين، أولهما الحقن الخطأ في شريان يده في مستشفى نمرة ثم تشريح يده في المستشفى العسكري بجدة، حيث قرر الأطباء هناك أن لا حل إلا ببتر اليد من مفصل الكف، وهو ما اضطر والده للمغادرة إلى ألمانيا على حسابه الشخصي. قبل أن يتكفل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بعلاج الطفل جسار على حسابه الخاص بعد تعرضه لخطأين طبيين سبب تلفا ليد الطفل الذي لم يتجاوز 9 أشهر. إذن مشاهدينا الكرام تفاعلتم الأيام الماضية مع مطالبات والد جسار بالعلاج والتي تمت بحمد الله مؤخرا على حساب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في ألمانيا. التغريدة الأولى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى متى الأخطاء الطبية؟ ولا فيه رادع، الله يشفيه يا رب، خليه لهلة، قدر الله وما شاء فعل. وفي تغريدة أخرى أيضا ردا على هذا الخبر يقول الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل، لابد بتر يد المتسبب بذلك، فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. الحربي كان آخر المغردين والمشاركين معنا في هذا الخبر، حيث يقول يا رب تشفيه ولا بد من محاسبة المتسبب، وبإذن الله أخباركم سيتابع هذه القضية وما يصدر عنها بإذن الله من بيانات. صحيح محمد، القضية هذه وقضية الطفل جسار وجدت تفاعل وتعاطف عالي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام إلى الخبر التالي. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية تصحب برياح سطحية نشطة حتى يوم الأحد المقبل، وذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وكذلك المنطقة الشرقية وخاصة الأجزاء الشمالية منها وحفر الباطن والقيصومة والخفجي تمتد إلى منطقة الرياض بمشيئة الله. بينما تستمر بمشيئة الله تعالى تكون الصحب
السحب الرعدية الممطرة على مناطق عصير وجازان ونجران والباحة تمتد إلى مرتفعات العاصمة المقدسة مكة المكرمة. وطلبت الأصال من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما دعت أيضا الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي. طبعا محمد، بالفعل الأرصاد حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح. جميل وكبير من خلال حسابات متعددة، منها الإنذار المبكر اللي ما شاء الله حصل على أيضا متابعين كثيرة في العاصفة الترابية السابقة. بلا شك. مشاهدينا الكرام، إلى رصد جديد. نبدأ بمشاركاتكم بموقف إنساني من رجال الدفاع المدني الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ غنم لأحد كبار السن بعد أن استغاث بهم. نشاهد. مرحة لها يومين ما فيها من ننزلها، اتصلنا على الدفاع المدني جزاهم الله خير، إن شاء الله نبيجون، ولكن هذه الطرق كلها مسدودة ما في أمل. واحدة نعيمية جنن عليها، هذه المشكلة، طريق مسدود مرة، ارتفاع واجد، السكين جاهزة، برميل المندي حافرينه، كل الاحتمالات متحملة، الذيب سرحان موجود بعد كلها. شكرا لرجال الدفاع المدني لتفاعلهم مع مثل هذه المواقف. مشاهدينا ايضا مع الدفاع المدني مره اخرى، وهذه المره من تبوك، حيث تفاعل مع مقطع فيديو متداول نشره احد المواطنين يشتكي فيه من وجود حفره غير مغطاه مما يشكل خطر على حياه مرتادي معرض الصناعات الوطنيه. نشاهد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا صناعات تبوك. اليوم الربوع الأربعاء، وهذه حفرة مليانة موية، مليانة كل موية، لو يطيح بها طفل ما أدري وين الدفاع المدني، ما أدري وين الأمانة، ما أدري وين الناس. أنا حفرة مليانة موية كل. جزاهم الله خير رجال الدفاع المدني أيضا مشاهدينا مع هذه المشاركة ومع هذه الورطة التي كانت من أجل لقطة. نشاهد ونحذر. فيديو آخر لاصطدام سيارتي جيب بمجرى سيل على حافة أحد الأودية. نشاهد ونحذر.
محذرة محمد، ايش السالفة هذه؟ والله مع طلاب ايضا يعرضون انفسهم للخطر بتسلق سياج سور لمدرستهم بالرياض للهرب. نشاهد. هذا اليوم الطلاب ينحاشون، اليوم الأربعاء 1438، تاريخ اليوم 2/7/1/7. شوف كيف هاي مدرسة البزار في البديعة، شوف كيف، والله يا حرام، شوف شوف. هذه كسم المدرسة، هذول الطلاب، يا ريت الطلاب يتعاقبون عشان ما عاد يكررون هذه الغلطة. المشكلة في ناس صغار، ها أطفال قاعدين ينظرونهم، يعني يتعلمون من الجيل هذا. شوفوا كيف. كان هذا آخر ما لدينا في حلقة الخميس، شكرا لكم وشكرا خالد. شكرا لك زميلي محمد، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله مطلع الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.